ايه دراستك لعلم الاجتماع اثرت في ايه لا. جدا ايه اصل مش انت عماله تدرسي حالتك الاجتماعيه. بالظبط ده انا قعدت اذاكر نفسي واللي حواليا والشخصيات مش قادره اقول لك يعني الموضوع عندي مش قادره اقول لك عامل ازاي. طيب يا بقعد اذاكر لابني يا بقعد احلله كل يوم نفسيا. طب لو انت لو نهى عابدين دلوقتي مش انت انت ساعات بعمل كده مع نفسي. لا انت هتعملي دلوقتي انا ساعات بقعد اعمل كده فعلا مع نفسي. انت دلوقتي هتقولي ايه؟ كلميني كده عن نهى عابدين من وجهه نظر علم الاجتماع. احكي لي عنها. احلل ايوه شخصيتها. تركيبه نهى عابدين دي تركيبه. ايه ده يعني والله؟ تركيبه ما يبانش عليها. اما هي عشان هي ما يبانش هي تركيبه كده مش صعب يعني مش سهل حد يتعامل معايا. انا معاها 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 ما انا دلوقتي بتكلم عن نهى مش انا مين دلوقتي. انت استاذ علم الاجتماع. ليه مش سهل حد يتعامل معاها؟ عشان هي تركيبه يعني انا بحس ان هي شافت حاجات كتير قوي بقت مركبه كده يعني حاجات نسميها تحديات ولا مجرد خبرات كل عاديه كل حاجه يعني كل المسميات خبرات على تحديات على ممكن فقد على حاجات حلوه في حياتها على طموحات اتحققت على طموحات ما اتحققتش يعني تركيبه. اعتمادها على الاخرين ثقتها في الاخرين عامله ازاي؟ صفر. نو انت بتحللي بذمه. انت بتحللي بذمه مش انت يا انا بصي طالما يعني قعدتيني قدام نهى واجهها خلاص. ممثله الفنانه نهى عابدين. الفنانه نهى عابدين. ايه اكتر حاجات بتخوفها في الحياه مخوفها في الحياه ايه؟ ان ما تحافظش على اللي ساعت لي يعني ما تحافظش على اللي فات ان تيجي كده في مرحله تروح ما مبوظه اللي فات يعني دي اكتر يعني مخاوف عندك. يعني انا من وجهه نظري ان النجاح مش الفرقعه النجاح ان انا احافظ على اللي انا وصلت له يعني حلو ان انا ابقى في تقدم وحلو ان انا النهارده هنا بكره بقى هنا حلو بس الاهم ان احافظ يعني مش مهم وصلت لفين بس حافظ.